السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه AI تيوبو. ده فيه موديلز كتيرة جدا للذكاء الاصطناعي، يعني مش فيه فكرة واحدة أو فيه برنامج واحد، لا، برامج كتيرة جدا بتعمل لك الصور اللي أنت عايزها. في حاجة مثلا بتعمل بالشكل ده بالشكل ده، كل واحد من دول ده عبارة عن طريقة في تحويل لي صور من تكست لصور. زي مثلا تونيو، في مثلا حاجات خاصة دريم شيبر، في حاجات خاصة بالمباني وهكذا. لو جينا هنا التولز هنلاقي ان هو في اي اي جنريتور، في اي اي اديتور لو انت عايز تعدل على الصوره، في توكنج افاتار بتخلي فيه شخصيه تتكلم. طيب خلينا نقول له ان احنا عايزين نبدا. وتيجي هنا تبدا تكتب ايه الحاجه اللي انت عايزها، وليكن مثلا انت عايز دوج ووك ان ديزرت. وتختار بقى اني واحد من دول اللي انت عايزه يعمل لك الصور بتاعتك دي كلها. موديلز جاهزه، انا مختار مثلا اس دي اكس ال، تمام، كريتد باي ستابيليتي اي اي. هقول له هو ده الموديل اللي هشتغل بيه. وبرومت نيجاتيف برومت، لو انت في حاجه عايز ان انت تستثنيها فتقدر تحدد من هنا وتكتب ايه. انا مش عايز مثلا صور سيئه، مش عايز حاجه تكون فيها مشاكل وهكذا، وتقول له جنريت. بيقول لي لوجن، بيبدا يعمل الصور، بيقول لي ان انت دلوقتي في الفري بلان، اعمل ابجريد عشان يجي لك امكانيات اكتر. طيب على ما هو يعمل الصوره هنا بقى تقول له انا عايز تعمل لي من الكلام ده صوره، صورتين، ثلاثه، اربعه، زي ما انت عايز، تمام. اربعه ببلاش، من خمسه لثمانيه ده بفلوس. الابعاد بتاعت الصوره اللي انت عايزها، جايدنس سكيل تقدر تتحكم فيه. السيد هنا بيقول لك درجه الالتزام بالكلام، او عايز العكس ان انت تخلي في خيال اكتر. هنا تقدر ترفع صورة وتقول له الصورة دي هي اللي هتعتمد عليها في ان انت تكون الصورة. فعمل له هاي صور بشكل جميل جدا. مجرد ان انت تغير الستايل دوت تطلع لك صور مختلفة تماما. طيب لما انا اخترت الدريم شيبر جاب لي حاجة اسمها لورا. لورا ده عبارة عن ايه؟ ده تقدر تقول زي فلتر بيتضاف على الموديل او المحرك اللي انت استخدمته. لورا هو مجرد فلتر، كل واحدة فيهم بيبقى ليها لورا مختلفة، تمام. يعني لما تقول له اللورا هنا تطلع لك حاجات مختصة بالدريم شيبر، بتدي مؤثرات معينة. يعني مثلا لو انت اخترت محرك خاص بالعمل المباني هتلاقي حاجات بيقول لك انت عايزه ايزومتريك ولا عايزه كذا، تبقى اضافة خاصة بالصورة دي، تمام. فانت ممكن تقول له مثلا عايزها بالتأثير دوت او عايزها بالتأثير دوت. شوف انهي تأثير اللي انت عايزه، الستايل اللي انت عايزه تختاره. وممكن تختار واحدة كمان وتقول له كونفيرم وتقول له أنا عايز جنريت. هيبدأ بقى يطلب مننا الفلوس، تمام. طيب ممكن نقول له ماينس ماينس، خلاص اعمل لنا بقى صورة بقى. اللي احنا اخترناه دريم شيبر ده شكله بتاع احلام يعني، فبوظ لنا الصور خالص، تمام. طيب تعال نخش برضه على الموقع تاني، app.ai. ده هنا مودلز اي واحد فيهم تقدر تختاره وتبدا ان انت تدي له الاوامر اللي هتشتغل بيها. هتلاقي هنا الاي اي جنريتور اللي احنا كنا لسه فيه. نرجع هنلاقي هنا الـ AI Editor، إن أنت بتديله أي صورة وهو بيبدأ يعدل عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي، نبقى نتكلم عنه في مرة تانية. هنلاقي AI Talking Avatar، تبدأ تديله صورة وهو يخليها لك تتكلم، تكست اللي هتديهوله. وهنا Personal Space بتاعتك، وهنا عندنا الفوتوشوب بلاج إن بحيث إن يبقى موجود معاك داخل الفوتوشوب. بيس بلجن في الفوتوشوب تقدر ان انت تديله نفس الاوامر ويكون لك الصور، تمام. ده توقع كده يعني شرح كافي للموقع، وان شاء الله
الاي اي اديتور والاي اي توكنج افطار نبقى نتكلم عنهم في فيديو لوحده.